الأستاذ محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر. صباح الخير يا أستاذ محمد. خير أستاذ كريم، وكل سنة وحضرتك طيب وكل اللي بيشوفونا. تفاصيل أكتر عن هذا المشروع أو هذه المبادرة وأبرز المستفيدين فيها، وبدأتوها إمتى يا فندم؟ الحقيقة يمكن احنا حملة أبواب الخير أطلقناها يوم 15 شعبان. يمكن احنا غيرنا شوية من أسلوب تعاملنا مع توفير المواد الغذائية عن كل سنة. حبينا إن احنا السنة دي نكون بنجهز من منتصف شعبان، بحيث إن كل أسرة تبقى عارفة الاحتياجات اللي وصلتها سواء من صندوق تحيا مصر أو وزارة التضامن الاجتماعي أو باقي منظمات المجتمع المدني استعدادا لشهر رمضان. ونوعنا الحقيقة ما بين المواد الغذائية الجافة والبروتين. احنا يمكن موفرين 1700 طن من الدواجن، يعني بنتعدى 1.5 مليون دجاجة هتكون متواجدة مع كرتونة رمضان اللي فيها المواد الغذائية الجافة. وعشان نعمل كده الحقيقة احنا سبق ده اجتماعات مع مختلف منظمات المجتمع المدني، عرفنا كل واحد هيقوم بإيه أو هو مستهدف المستحقين بتوع محافظات إيه وفي قرى إيه، بحيث إن احنا ما نكررش جهودنا، بالعكس نحاول نكمل بعض بحيث إن احنا نوفر أكبر كميات من المواد الغذائية. يمكن أطلقنا مجموعة من القوافل خلال الفترة اللي فاتت، كان آخرها امبارح لوسط وجنوب الصعيد، ومكملين الحقيقة وصولا إن احنا نوفر 500,000 كرتونة بالإضافة لل 1700 طن من الدواجن. كمان زودنا يعني حد من المتبرعين زودنا بأكثر من 500,000 كيلو من البطاطس محصول بالكامل تبرع بيه، ده بالإضافة كمان للوجبات الساخنة اللي احنا بإذن الله هنوفرها. يعني الناس المستهدفة يا أستاذ محمد، يعني انتوا يعني الشرائح اللي انتوا بتستهدفوها، الشرائح اللي احنا بنستهدفها هي الاسر الاولى بالرعايه المدرجه على قواعد بيانات وزاره التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر، بس بيسبق ده فكره التحديث بتاع البيانات المستمر علشان فكره اذا كان في وفيات او بحيث ان انا ابقى مستهدف الاسره. لو هي متوسط عدد افرادها 4 يبقى انا عارف ان المحتويات دي هتكفي لمده اسبوع لمده 10 ايام وهكذا. ده استعدادا لشهر رمضان. طيب خطتكم ايه بقى في شهر رمضان؟ يعني هل انتم مكملين في هذا الموضوع ولا ليكم يعني هل هيبقى ليكم خطه مختلفه؟ باذن الله. يمكن زي ما وضحت لحضرتك ان احنا هنوفر 20,000 وجبه ساخنه يوميا في 15 محافظه، ده من خلال ان احنا بنوفر المواد الخام للوجبه دي وبيتم الطهو بتاعها داخل كل محافظه. كمان احنا مستهدفين باذن الله، بندرس دلوقتي خروج عدد من الغارمين والغارمات بإذن الله. لو نلحق خلال عيد الفطر المبارك هتكون دي نقطة إيجابية جدا جدا جدا. كمان احنا بنحاول ان احنا نوفر ملابس العيد من مبادرة دكان الفرحة. كل ما هو هيسعد الناس بإذن الله في الشهر الكريم احنا بنسعى ان احنا نعمله بإذن الله. أستاذ محمد، انتوا بتنشروا يعني المعلومات دي ازاي؟ يعني ازاي الناس ان هي تعرف عنكم علشان كمان حتى تشارككم؟ احنا بننشر الموضوع علشان المتبرع يعرف وكمان المستفيد نعرف نوصله، فسواء من الزيارات الميدانية المتكررة في الكور الأكثر احتياجا لتحديد المستحقين او من خلال التواصل المباشر مع عدد من المتبرعين الدائمي التبرع للصندوق او من خلال السوشيال ميديا. دي نقطه مهمه جدا جدا خاصه في التواصل مع المصريين في الخارج، وليها صدى ايجابي جدا على حجم التبرعات اللي بتوصل للصندوق. انا بشكرك شكر جزير الاستاذ محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، وكل سنه وحضرتك طيب.